بنقول برضه وين تخليه الرقي كلاس. من الشغلات البسيطه دي مثلا جي كلاس 1 احنا اخذناه هو الاختيار المجر في النكتر دكتور غير القلم نعم قلم غير ما يبين دكتور بس ارسم بس الارض اخذنا اختيار المجر في النكتر لوا لوا لا ايه دقيقه هاي بس راح ارسم بس الاسنان يلا بس بس اي شو تطفي المكيف؟ لا هذا اللي اي طفي فرة فرة وينهم فرة 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 الجلوب ها لك شيء منه فرة الجلوب تعلمنا فرة لا با لا مضبوط ايه ظل مثل بالعكس صار هاي يعكس على صفوة خلي نقول انه هذا هو كلاس 1 بعد نفس البرنسبلز مال الابر بالضبط ايش تبدي؟ كريدو سبورت سب كريدو فورست زين نحط اللام بايسكتين ها الاختلاف الاول متمتدين بالابر لقيناها بالنهايه باللور ثلاث ارباع المسافه هذا الاختلاف الاول اذا ما تمد الجريد ورك للنهايه ثلاث ارباع المسافه الاختلاف الثاني تخلي ستوبر اللي هي ما موجوده بالافق بس باللور هذه الفكره هاي من البدايه النقطتين ذني تنتبه عليهم نفس الشيء هذا مو كل المسافة خلي ستوب ماشي ايزي الريست اي بار ايزي الريست اي بار لما نخلي بغا في مارك بيش هاي برانز مارك بيش ريش ميسا ميسا فريت هاي سوبر كرام ما خلي سوبر كرام لا RPI ما بيرسم سوبر كرام سوبر كرام تستخدم بس بالباوندد اوكي هذا RPI هذا الماينر كونكتر مال هذا يشتغل سوبر كرام تمام زين عندي ركبتين قلنا سبورت دايركت او دايركت على درست هنا انا فورست على الكنال اكستنشن على الكنال هنا عندنا بس صحيح عندنا بعد كومبوننت دار اسمه سبورت ريتنشن دايركت اند دايركت اكو شيء بعد كملت كل متطلبات الكيس من ريتينشن وسبورت نجي نفس الخطوات نرسم الماينر كونكتر قبل لا نرسم الماينر كونكتر نختار الميجر كونكتر اذا سلكشن اوف ميجر كونكتر ميجر ايش كم ميجر كونكتر اشتغلنا بالابر؟ اربعه اللي هن باللور تختار لينجوال بار هذا فيرست تشويس تمام؟ إذا كل شيء معدلك. إيش وقت تختار اللينجوال بليت؟ اللينجوال بليت. أولاً. أني
anterior missing. Is an anterior missing? And rest on any incisor. Okay. نقطة ثالثة. Less than 8 millimeters. تحفظون الرقم. هاين طيب السؤال. 8 مليمتر بين اللينجوال فرينا والمارجنال جنجيفا مال الانتيريا. مرات نقول لك 8 مليمتر نقول لك patient has high لينجوال فرينا. نفس المعنى. تمام؟ تورس مانديبولاريس. تورس. مانديبولاريس. النقطة الخامسة. periodontally weak anterior teeth أو ما يعادله ما أجيب لك periodontally weak أقول لك anticipation of missing anterior teeth أجيب لك pocket on central incisor شنو pocket يعني periodontal pocket يعني أي شيء بالperiodontium of anterior teeth. أي مشكلة في البريودنشيوم يعني إيش راح يصير؟ راح يصير ميسينج في المستقبل. بريودنشيوم. بريودنشيوم. يعني بقى يعني. بريودنتال ليجامنت. بريودنتال ليجامنت مال الأسنان أمامية. إيش تعني في المشكلة في البريودنتال ليجامنت؟ بوكيت كالكولاس. موبيلتي اي شيء تشوف بالسؤال يخص البريودنشيوم مال الاسنان الاماميه حول لينجوال اوكي اذا هاي الخمس نقاط واضحه تخليك تشفت المن اللينجوال اللينجوال بار هذا شكل اللينجوال بار ماشي كذا هذا اللينجوال بار اوكي بينما اللينجوال بليت هذا شكل اللينجوال بليت اذا اللينجوال بار هذا شكل بار يمشي باللينجوال سايد بينما البليت لا تصعد على الاسنان الاماميه تصعد على السنجلر حسب هاي القوانين اختاروا لي مجرى كونكتر هاي الكيس. ليش اني اول شيء اختار؟ لان اللينجوال بار with relief. لينجوال بليت without. وحدة الفكرة؟ فعليه بما انه اني عندي اللينجوال بار وذ ريليف اذا حتجي المانر كونكتر حتنزل بهالشكل هذا اوكي هذا الشكل هذا الشكل هذا تحضر فكره ليش اجلت المانر كونكترات مال الجريد وورك لأنك اختلاف بالمانر كونكتر مال الجريد وورك بين الابر واللور اذا تتذكرون الابر شلون كانت مو هاي الجريد وورك
نسحب لها خط منها وخط منها. صحيح. مو صحيح؟ زين. هنا باللور بالفري اند بالذات ما اقدر اسحب خط منها وخط منها. تانك مو تانك؟ لانه الميجر كونكتر مالتي ما راح يكمل ويا الجريد ورك. راح يوقف ميجر كونكتر تكمل الجريد ورك. اذا وين يوصل الميجر كونكتر؟ هذا مو يو شيب بيجي بهالشكل هذا. قفلنا بهالشكل هذا. وهو هذا الميجر كونكتر. مو صحيح؟ هذا الميجر كونكتر ما يصير يمشي ويا الجريد ورك، غلط. لازم يوقف. يوقف بداية الجريد ورك. يعني بهالشكل هذا لازم ويوقف. ميجر كونكتر. العدل يوقف؟ يوقف، ما يكمل قبل. هذا غلط. إذن الجزء الداخلي من الميجر كونكتر الخط الداخلي توقفه ويا بداية الجريد ورك. هذا الميجر كونكتر. فقط لهنا أنا وصل الميجر كونكتر. كمل قبل جريد ورك فقط واحد. اذا تقريبا اذا عندك ريليف تسوي هنا اف شيب. تشوفون هذا الاف شيب ايش تنحفظ احسن؟ بدايه الجريد ورك سوي اف شيب. اف شيب منا واف شيب منا حتى توصل وياها حتى يعتبر هو هذا الميجر كونكتر مالك. هذا ماينر كونكتر ليش ما يمشي هسه؟ ما يمشي ويا الجريد ورك لان تانك. بينما بالابر عندي بلت فامشي الميجر كونكتر وياه. لازم يطلع هيك عدل لو عادي يقوس عمودي. صح يعني ما اقصد بلا ما يصير. لا ما يصير. ليش حتى اطير جدتي؟ زين هذا كله لا هي رام هالشكل هذا. يعني مو 90 ترى هي رام بهالشكل هذا. بس مو هيك. لان يصير بيضعف هنا بهاي النقطة. اوكي؟ هسه مفهوم هاي النقطة؟ فينش لاين. ها. الفينش لاين هو تعريفه شنو؟ هو الحد بين الاكريليك والميجر كونكتر. وين الاكريليك بهاي الحالة؟ هاي كلها اكريليك. الجريد ورك زائد حافة الميجر كونكتر نهايته فما خليها مكشوفة. فراح يكون عندك هذا كله فينيش لاين. ليش؟ باعتبار الكيس راح تكمل من هنا اكريليك. توصل للنهاية. فاخلي فينيش لاين على طول الجريد ورك زائد الميجر كونكتر. توصل الفكرة؟ اذا هذا فينيش لاين. من اجل اسوي الجدول مالتي احنا اخذنا اليوم مو؟ اي اخذنا اليوم احجوا نروح هنا كلاس كلاس ميجر كونكتر انا فوكس بس فوكس اندارك ريتينر يا ريست اون لا فور و 3 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
الطريقة تنكسر زين. فينيش لاين الفا الفا فيرتيكال فيرتيكال ما عندنا نكسر فينيش لاين وعندنا يا اما هوريزونتال يا اما فيرتيكال ها مو الفينش لاين تكتبه بتشوفون الفينش لاين شلون صار عمودي على الميجر كونكتر ما مشى بصفه لان هذا يعتبر فيرتيكال وذاك هوريزونتال بينما ذاك هوريزونتال اللي مشى بصفه فاذا الفينش لاين بالابر كله سواء كان فري ايد او باوندد هوريزونتال باللوا فقط بالفري ايد فيرتيكال بينما بالباوندد هوريزونتال هسه راح ناخذها بكلاس 2 اوكي اوكي معلومه حضورها اذا نسوي هذا الكروس اقول فيرتيكال فيرتيكال ستوبر بالاخير اي عندك بهاي الصفحه ستوبر وبهاي الصفحه ستوبر صح؟ صح لو ما اخذناها ما اخذناها اوكي اذا بالابر باللور تكتبون الستوبر والفينش لاين فينش لاين تحددون نوعه ناكي نون ستوبر فينش لاين هورزنتال فينش لاين هناك هوريزونتال كل الاحوال هنا الفري اند فيرتيكال والباوندد هوريزونتال ستوبر موجوده بالصفحة يعني يمنى يسرى تكتبوها ستوبر ستوبر هي دائما موجوده علينا 4 5 ها دائما موجوده على جريد ورك لا مرات احتمال انك كلاس 2 لا قصدي كلاس 1 على جريد ورك دائما موجوده بس باللور بس باللور اي ذا كلاس 1 2 طبعا لازم شنو الوظيفه يعني ستوبر تذكرون تذكرون الكلاس من قلت لكم تسوون الكلاس واخر شيء تعرفون العقفه مالته هيجي حتى تصعدون نفس الشيء ستوبر تبقى الجريد وورك عالي عن الكاست حتى تبقى لك جوا اوكي بعد ايش عندنا؟ خلصناهم كليتها 2 4 5 بعد ما عندنا شيء مو؟ ها الجريد وورك شنو نوعها؟ هناك بالأبر قلنا كله مش هنا لاتس 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 وورك دور ما دور لاتس اوكي خلصت هاي المعلومات اللي بلاي جدول اللي هن 2 4 6 اوكي اللي غشن ما احكيها اللي غشن يكتبها لا جيب الورقة مال الامتحان مالتك تكتب كلاسيفيكيشن ميجر كونكتر اند ذا فينيش لاين ستوبر جريد ورك ما اوكي يعتبر مو غش وصلت الفكرة؟ شو يعني غش عادي؟ قصدك المعلومات اللي راح المعلومات راح تكتبها مو غش كان بسوي لك فورم انت وسوي جدول ما اعتبره غش جدول خاف تنساه كلاس بروسيفيكيشن اذا توث روكس مون بليت rest class reciprocation يلا شوف tooth بيش نبدي بالفايل راح تفترون هيك لو هيك بالفايل لا دكتور يسرايل لو انه يسرايل من اللفت يسرايل خلينا اول شيء نشرح شوفوا 7 ما بسم ترى ما نكتب اول شيء لانه مثلا هذا الشيء ميسنج اه لا بس المشتغلين عليه اول سن الفايف يا صفحه هاي اذا اقول بهالشكل هذا مو صحيح الفايف بي بروكس اون بليت اي بي ريست بي بي ميجر ميجر لا ما بي كلاس كلاس بي لا فايف لا شو ما هاي مو كلاس لا هاي بس صفحه ترى ريست بي اي ما هذا بس صفحة مار بي اي ريسيبروكيشن اوكي وتقدر تكتب ريسيبروكيشن ماينر كونكتر دكتور صدق اذا عندنا يعني اي بار بدون ما تحط ريسيبروكيشن اذا ماينر دون ريليف لا 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 ما لها علاقه لو كان
الاي بار ضمن ار بي اي سيستم فينكتب ريسبروكيشن مالته مال الكونكتر اكو ريليف ماكو ريليف. لو كان الاي بار مو ضمن ار بي اي سيستم تكتب لينجورت بلس لينجورت سواء كان ريليف او بلاير ريليف هو الريليف مالته الريسبروكيشن مالته يكون لينجورت يعني ماكو اي بار هو لينجورت. اوكي بعد بروكسيمال بلايت ما بي ريست ميجا كلاس ريسبروكيشن اوكي بعد كناين اذا ماكو كل شيء حد الكناين مو اوكي بروكسيمال بلايت سينجل كلاس خلوا ببالكم اذا اكو كلاس لازم اكو ريسبروكيشن ما كلاس ما اكو ريسبروكيشن تمام فور بروكسيمال ديت بالديستاب ديستاب وريس ميجا كلاس سؤال. هنرجع الكيس بس مو أنا قلت لكم with high lingual frequency. نفس الحكي بالضبط. راح يفرق على شنو؟ مو أكو ريليف هنا بين هذا وهذا؟ كيف هذا؟ إن شاء الله الجزء الأعلى من الأيبار كله ينشال. بحيث شنو؟ بحيث المالب كونكترات تقوم تنتهي ويا نهاية السن صحيح؟ هذا بمكان ما يجي منه أنا يقوم يجي بهالشكل هذا ليش هذا يعتبر بوستيل بينما على سن انتيرير لا يصعد على السنجلة أنا مو كان هنا بالشكل هذا هيجي بار هو بار شريط البليت لا البليت تصعد على اسنان فهون اختلف منو اللي اختلف عندي منو اللي اختلف عندي اختلف الابر بوردر بس صح الابر بوردر مو كان ما هو هيجي لا امتد صعد للأسنان فمن يكون اكو عندي posterior tooth ما يصعد على كويزر سيرفس مال يمشي وياه اوكي اسر بايكر لاين مال اكو anterior يصعد فوقها هذا posterior tooth يمشي وياه هذا posterior tooth يمشي وياها حد ما يوصل هذا الانكور وضحت فكرة اللينجوال بليت واختلاف عن اللينجوال بار هنا عندنا سؤال لحد الآن لينجوال بار على اللينجوال بليت على كلاس 1 اي شو راح يصير عندك كل الانتيرير لازم نذكر يعني بالمحاضرة يقول لك انت ما تستخدم لينجوال بار الا عندك تيرمينال ريست فراح يصير عندك راح يدخل بالجدول راح يدخل بالجدول ورا الرابع راح يدخل الثالث 3 ما بي بروكسيمال بليت ريست سينجلر ما بي راح يدخل الثاني سينجل ما بيكون راح يدخل الاول راح يدخل الاول مال هاي الصفحه والثاني
الثالث فلانه راح ينضافن عليه. الانتيريور تيث اللي بقن كلهم خلينا سنجلم ريست على مود شنو؟ على مود الميجر كونكتر. اوكي خلصنا من هاي السالفه. كلاس 2 ما بيفد اختلاف كبير. هي فقط نعلمكم شلون ترسمون الرينج كلاس. السلام عليكم. السلام. هذا حبيت كلاس 2 افتحها.